السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام بكل خير، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج وظائف الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة عبر قناة روتانا خليجية. حلقة جديدة ومواضيع جديدة خاصة وتزامن على المنتدى العربي الثاني للتنمية والتشغيل والذي كان في مدينة الرياض واحتضنته مدينة الرياض، وكانت هناك إعلان وتوصيات وأسموه إعلان الرياض. حديث شيق مشاهدينا الكرام ومواضيع شيقة، نتابع وإياكم أهم العناوين. تشاهدون في هذه الحلقة من وظائف منتدى التنمية والتشغيل وزراء العمل وحديث الصحافة. أما في فقرتنا الرئيسة حديث عن احتلال السوق السعودي، وفي قول فعل أراسكو توطن الوظائف للسعوديين، وأخيراً الزميل تيسير المفرج والحديث عن الاتصال الداخلي. مشاهدينا الكرام، اليوم في حلقتنا وقفة مع احتلال السوق السعودي وحديث هام جداً. هل السوق السعودي تحدث في 2014 محتل، أم أن هناك يعني نظرة للمستقبل أنه في السنوات القادمة سوف يكون هناك احتلال من العمالة الوافدة، وضع وتقييم العمالة الوافدة، رسوم التي طبقت على بعض العاملين، استفهامات كثيرة جدا مشاهدي الكرام مع ضيفنا وضيفكم الأستاذ جمال خاشقجي مدير قناة العرب الإخبارية ومؤلف كتاب احتلال السوق السعودي. أهلا وسهلا أستاذ جمال. أهلا بك أخي محمد، يعطيك العافية. أستاذ جمال، بداية، هل فعلا السوق السعودي محتل؟ نعم، السوق السعودي محتل، والحل لمشكلة البطالة هو إخراج أكبر عدد ممكن من العمالة الأجنبية من السوق السعودي، حتى لو أدى ذلك إلى أن نستيقظ في أحد الأيام فلا نجد أن المخبز شغال ولا المتجر مفتوح ولا المصبغة مفتوحة. ستمر علينا يوم يومين ثلاثة من الضنك، من الشكوى، من التعب، أحدهم حيتجرأ ويفتح مصبغته صاحبها السعودي ويديرها بنفسه، رايح يجذب كل الزبائن له، رايح يرفع الرسوم اللي بيتقاضاها بالمواطنين لأنه بيشتغل بنفسه، العامل الأجنبي الرخيص راح عنه، أنا صاحب المصبغة الثاني رايح أفتح مصبغتي وأنافسه واشتغل فيها بنفسي. هذا هو الحل. وزارة العمل بتحاول أنها ترفع تكلفة العامل الأجنبي، ولكن حلها طويل. الحل الذي اقترحه هو أن نسعى بسرعة وبشتى الطرق لإخراج أكبر عدد ممكن من العاملين الأجانب من السوق السعودي. نعم أستاذ جمال، طبعا ذكر المشاهدين الكرام أنه اليوم في فقرتنا الرئيسية لنا وقفة مع احتلال السوق السعودي، هذا الكتاب اللي قمت أيضا بتأليفه وكان يعني نتاج تجربة جدا كبيرة ذكرتها في ثنايا هذا الكتاب. لكن السؤال يعني هل وصل السيل الزبا وسويت هالكتاب أستاذ جمال؟ نعم 100%. شوف، وضع السوق السعودي غير طبيعي، الاقتصاد السعودي المحلي غير طبيعي، طالما أنه ثلث العاملين، ليس فقط ثلث العاملين بل أن ثلث المقيمين على المملكة العربية السعودية هم من الأجانب لا يحملون جنسيتها ولن يحملوا جنسيتها. نعم، هذا أشبه ما يكون لو أمريكا اللي عدد سكانها 300 وكذا مليون نسمة فيها 150 مليون إنسان غير امريكي ولن يكون من ابناء امريكا ولن يحمل جنسيه امريكيه ويمارس الاقتصاد. نحن عندنا اعداد هائله بتمارس اقتصاد، ثم نشكو لماذا يحولون اموالهم الى الخارج. يعني احنا استاذ جمال عفوا، مشكلتنا الاساسيه في العماله الوافده هذه، هل العماله الوافده عندك تصنيفات معينه لهذه العماله ولا نتكلم على اي وافد المملكه؟ بالدرجه الاولى العماله الرخيصه. الاعداد هائلة، 86% من العاملين في المملكة العربية السعودية يتقاضون رواتب 2000 ريال وما دون. هؤلاء يخرجوا ويقتلوا الفرص لكل الشباب السعودي الراغبين في الوظائف. هذا نحن بحاجة إلى عمالة، كل بلدان العالم فيها عمالة أجنبية، أطباء، مهندسين، محاسبين، خبراء، نحتاجهم. العالم الآن مع العولمة من الطبيعي أن الناس ينتقلوا من بلد إلى آخر ويعملوا فيه. نعم، ولكن لا أن تعتمد 100% على نشاطك التجاري. يعني يا أخ محمد، لو أنت غدا قررت أنك تعمل أي مشروع نجارة، تبقى تعمل طاولات كهذه،
طوالي رايح تحسب حسابك على أساس أنك رايح تعتمد على عمالة أجنبية. فدراسة الجدوى التي تؤسس عليها عملك قائمة على العمالة الأجنبية. صحيح. لكن لو أنت بريطاني أو إيطالي لا، دراسة الجدوى حقتك قائمة على عمالة محلية. صحيح. لكن اليوم إحنا أمام معادلة قد تكون غير موزونة أستاذ جمال، أنه عندنا في نهضة كبيرة في الاقتصاد، وبالتالي وجود العامل الأجنبي على حد بعض يعني المهتمين بهذا الجانب أنه مهم، وما بين أنه أنت هل عندك الثقة المطلقة في الشاب السعودي أنه يقوم بمثل هالأعمال بغض النظر عن هذه الأعمال؟ وجود العامل الأجنبي بهذه الأعداد أخرج الشاب السعودي ليس فقط من سوق العمل، وإنما أخرجه من مدرسة العمل. قصدي إيه مدرسة العمل؟ كلنا وإحنا صغار كنا نعمل في أعمال آبائنا، إلا والده مزارع يعمل في المزرعة، إلا والده بائع في متجره، وهكذا. هذه مدرسة العمل، مدرسة الحياة. العامل الأجنبي وجوده يخرج الشاب لكي يمارس العمل منذ نعومة أظافره، فبالتالي الضرر أكبر. صح. فالقضية مو قضية أنه عامل أجنبي أخذ وظيفة عامل سعودي يعملها، المشكلة أنه في جيل نشأ لم يعمل طيلة حياته. في شباب سعوديين اليوم عمره 25 سنة لم يعمل يوما واحدا في حياته، بينما أبوه أو جده اشتغل وهو عمره 10 سنوات. يعني يمكن هذا السؤال اللي الآن كل مشاهد قاعد يسأل، هل جيل 90 مثل جيل 2020 أو جيل 2010؟ ما هو هذا الذي يجب أن يكون، مو علشان أنه أنا بتكلم على جيل مضى. الإيطالي اليوم اللي عمره 25 سنة اشتغل 6 وظائف في حياته. صحيح. قبل ما يأخذ أول وظيفة مهمة عنده. فالناس في العالم بيعملوا، لأنه ما في عامل أجنبي بياخذ وظيفته، حتى الوظيفة الصغيرة. الوظيفة الصغيرة مهمة، لأنه الوظيفة الصغيرة حتى وظيفة البائع في البقالة. صحيح. أستاذ جمال، تتوقع إحنا كمجتمع سعودي الآن مستوعبين حجم المشكلة، أنه اليوم في ازدياد، وبالتالي مثل ما ذكرت في كتابك وألفت الكتاب أنه قد يكون هناك احتلال من العمالة الوافدة للسوق السعودي إذا ما انتبهنا هالموضوع؟ لا، إحنا نريد كل شيء. نحن نريد الوظيفة، نريد السعر الرخيص للسلع، نريد أيضا العامل الذي يخدمنا. ما تستوي الأمور هكذا. وازديادهم، عفوا أستاذ جمال، هل إحنا لاحظين هالازدياد؟ التزايد. الأرقام التي تطرحها وزارة العمل تشير إلى أن العدد في ازدياد، رغم أن هناك توجيه سامي منذ عدة سنوات، يمكن 6-7-8 سنوات، لكافة الوزارات، وشرحته في الكتاب. نعم. التوجيه السامي يقول بأن نسعى جميعا أن لا يزيد عدد الأجانب في السعودية عن 20% من عدد السكان. نعم. حتى الآن نحن ما زلنا دون هذا التوجيه. صحيح. بحوالي 15%. نعم. وحنا نذكر في مجلس القوى العاملة اللي كانت رأس الأمير نايف الله يرحمه ذكر هالموضوع. نعم. لكن فالعدد الحالي لسكان المملكة العربية السعودية 35% من المقيمين في السعودية هم أجانب. ذكرت في كتابك سيد جمال في صفحة رقم 22، لقد جلبوا في الخليج العمالة الأجنبية لنقص في عدد مواطنيهم. نعم. أما في المملكة العربية قد أتينا بالعمالة الأجنبية لتحل محل المواطنين. صحيح المفهوم؟ صحيح. كيف؟ شوف، نحن أكبر خطأ نقع فيه كسعوديين أن نصف نفسنا بأننا خليجيين. نحن مو خليجيين، اقتصادنا غير خليجي. نحن جزء مكون من أساسي من دول مجلس التعاون الخليجي. سياسيا نعم نحن خليجيين، ولكن اقتصاديا نحن دولة ذات عدد سكان هائل جدا. نحن زينا زي سوريا، مصر، تركيا، الدولة الكاملة اللي فيها عدد سكان كبير جدا، والتي أسمى وأهم وظيفة لحكومتها هي إنها توفر وظيفة لكل مواطن فيها. إذن دخول المملكة في مقارنات مع دول خليجية هذا مش منطقي. جدا خطأ، جدا خطأ. يعني عندما مثلا بعض الشباب يتوزعوا في الواتساب إنه حكومة قطر مثلا رفعت رواتب المعلمين، فلماذا لا نفعل مثلهم؟ حكومتنا ما تستطيع أن ترفع رواتب المعلمين. المعلمين في قطر يمكن كلهم على بعض ما يطلعوا 5,000. المعلمين عندنا 500,000 زيادة. فلو تقول لي وزير المالية تعال نرفع رواتب المعلمين 5% مو 50% زي ما يسوي حكومة قطر،
حندخل في بلايين الريالات. وطبعا الأسبوع الماضي كان في حديث رئيس بلدية الإمارات حدث أنه اليوم الهدف للشاب الإماراتي ليس فقط هو إحلاله محل الأجنبي بس أنه يكون صاحب هذه المنشأة. توقع يعني هذه وجهة النظر بالنسبة مثلا نشوف الفرق في الطموح الإماراتي والطموح السعودي. الإماراتي يريد فقط أنه المنشأة يملكها الإماراتي لأنه الإمارات تسمح للأجانب بتملك المنشآت. نحن ما عندنا الترف هذا. نحن نريد أن يمتلك السعودي المنشأة وأن يعمل فيها السعودي في مختلف الطبقات في المنشأة لأنه عندنا 20 مليون مواطن سعودي ثلثهم شباب يريدوا وظائف. صحيح. 7 مليون شاب سعودي وشابة يريدوا وظائف. نعم سيد جمال احنا نزلنا للشارع وسألناهم عدة أسئلة عن نظرتهم إذا كان في حلول مقترح البطالة العمالة الوافدة يتوقعون إذا كان في ازدياد وأيضا يتوقعون في 2020 إيش يكون العمالة. تستأذنك نتابع هذا الاصطلاح مشاهدي الكرام ثم نعاود حديث مع ضيفنا السيد جمال خاشقجي. إنشاء المعاهد برضو توفير الأماكن الصناعية يعني مثل الميكانيكا والكهرباء والمعامل. اللي يقضي على البطالة إنه مثلا يروح أي مكان تدريبي على المعهد مثلا أو يروح ويأخذ له أي دورة مثلا دورة في الصيانة في الكمبيوتر عشان في ناس يعني صح كل شيء بس ما هم مؤهلين بسبب شيء صغير فياخذ له هذه. والله البطالة مو محتاجة 3 حلول يعني محتاجة أكثر من حل. تقليل ساعات العمل، إعادة النظر في المخرجات التعليمية. لازم يعطون فرص أكبر للشباب أنهم يشتغلوا في أي قطاع خاص. تستقطب الشركات الخارجية العالمية، تفتح مصانع سيارات، جوالات، إلكترونيات. هذا الحل يعني. بالنسبة لنسبة المقيمين في الأجانب أعتقد ما تعدى 40%. والله أنا أعتبرها الآن 50%. ما أدري بس ما أظن أنه كثير. شو أنه الإعلام يكبرهم أكثر. في 2020 أتوقع أنها سوف تضاعف الأرقام. يعني الحمد لله عندنا إنتاج سعودي فالنسبة الصينية متعادلة. والله أتوقع تزيد إلى 10% كذا تقريبا. يعني في بعض التجار يقول أوكي أنا أدفع 2400 لكن أشتري راحتي واستمرار عملي. والله ما عندي خلفية عنها. أظن المفروض آلية على تحسب على الشركة نفسها. شو رأيك سيد جمال؟ شفنا يمكن آراء مختلفة. شوف كل الآراء التي طرحت فيما يخص كيف إعادة البطالة ذكرت في الكتاب. نعم. وتذكر في المقالات. صحيح. كل يوم. أنا أعتقد أن كل الآراء هي آراء وجيهة ولكن كلها ستفشل. لأنه مع وجود العدد الهائل والاعتماد والإدمان على العمالة الأجنبية الرخيصة والعمالة المحترفة أيضا الأجنبية يقضي على فرص السعودي. بمعنى الشاب اللي بيقول التدريب سأتدرب أنا أحسن تدريب لكي أكون أفضل ميكانيكي سيارات. سأطالب الشركة التي أذهب وأعمل لها بحكم تدريبي وخبرتي أريد راتب 12,000 ريال. الشركة عندها واحد لديه نفس الكفاءة نفس الخبرة ومستعد يأخذ 6,000 ريال. رجل الأعمال رجل الأعمال ليد الربح هيفكر بالأقل هيفكر. ترى حتى لو الدولة ضغطت عليه ولو الدراعه بمختلف الطرق من أجل أن يوظفني حيوظفني هو متضايق. لكن لو لم يجد إلا أنا المواطن السعودي وقتها حياخدني. صحيح. صدق 12,000 ريال وال15,000 ريال. البعض حيقول لما يتوظف السعودي هترتفع التكلفة على المواطنين. نعم هذا شيء طبيعي. الفلوس حتفضل في البلد. لما نتوظف كلنا في كل الأعمال حنشتغل ساعات أقل من الساعات اللي بيشتغلها الأجنبي وأيضا حناخذ رواتب أعلى وحترتفع التكلفة على المستهلك ولكن الفلوس حتفضل في البلد. يعني الفلوس حتفضل لنا نحن. صحيح. أستاذ جمال يعني كثير من رجال أعمال ذكروا وقالوا يا جماعة الخير أنتم جالسين يا وزارة العمل والناس المهتمين بهالجانب شاب السعودي ما لقينا يعني شباب مؤهلين لهالموضوع. فجأة تقولنا وضوا شاب سعودي إحنا ما عندنا مشكلة بس جيبوا لنا شباب مؤهل معنى أنه التعليم لازم يكون كويس يتناسب مع سوق العمل. كيف نقدر نوازن؟ هو صادق ورجل الأعمال صادق في ذلك. رجل الأعمال أول حاجة له 20 سنة 30 سنة وهو مدمن على العمالة الأجنبية ومتعود عليها. فجأة تقول له لا لازم توظف سعوديين وأرتبكت حساباته. قلت لك قبل قليل إن كل أحد فينا سوى دراسة جدوى سواها على أساس عمالة أجنبية رخيصة. فهو صادق في ذلك. الشباب السعودي ما هو كفو ما هو قادر ما هو متدرب. نعم لما الشاب السعودي تحرمه حتى من مدرسة العمل
اللي ذكرت لك هي قبل قليل. صحيح. كيف تدرب؟ بقول لك انه في شباب وصلوا 25 سنه ولم يعمل يوما واحدا ولا اشتغل في حياته. لما بيروح بيقدم السي في للرجل الاعمال اللي اشرته بيقول لك انت يا ابني ما اشتغلت. طب انا فين اشتغل يا عمي؟ يقول له صح. فين اشتغل؟ اي مكان اروحه من ايام ما كنت في الثانويه وفيها وفي واحد اجنبي بيشتغل فيه. ولكن لو ما في احد ما في اجانب وانا اشتغلت في البقاله ثم اشتغلت في المصنع ثم اشتغلت محاسب ثم اشتغلت وانا بدرس في الجامعه انا عندي خبره في الحياه. في مقاله ظريفه في الكتاب اللي هو تاجر البطيخ الذي اكل الطبقه الوسطى. تخيلت فيها عامل في محطه بنزين يتاجر في البطيخ ليه ويتحول الى رجل ثري، واحد عامل باكستاني تخيلته، لانه هو في السوق. عندما تكون في السوق انت زي الرادار تتعلم كل شيء. يا صديقي بياتي العامل الاجنبي من بنغلاديش حتى اللغه ما عنده. صحيح. بعد 20 سنه في مكه المكرمه يصبح ضليع في 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 فنون الحج والعمره والتاجير والحملات والانظمه لانه هو في السوق. صحيح. هو مثل الرادار كل يوم بيكتسب خبره جديده. هذه الخبره كانت من حق المعايشه بالمعايشه. صحيح. كانت من حق شاب سعودي ولكن حرم منها. استاذ جمال، تخيلت مشروع وطني هائل يعني يزج 90 نصف مليون شاب سعودي، لكن إذا تسمح لي هل المشروع كان على أرض الواقع أم لا؟ نذهب إلى فاصل قصير مشاهدي الكرام ثم نعاود لحديثنا حول إحلال السوق السعودي. كرما ابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في الجزء الثاني من برنامج مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر تباعا أسفل الشاشة في حديث خاص عن احتلال السوق السعودي مع ضيفنا وضيفكم أستاذ جمال خاشقجي مدير قناة العرب الإخبارية. أهلا وسهلا أستاذ جمال. حياكم الله. أستاذ جمال، ذكرت في حديثك طبعا في الكتاب الحل في تجارة التجزئة، وذكرت أيضا أتخيل مشروعا وطنيا هائلا يدفع نصف مليون سعودي إلى تجارة التجزئة والخدمات كحل سريع البطالة، وذلك بتغيير قواعد العمل في السوق بقرارات قسرية تغضب رجال الأعمال ولكنها في النهاية ستخدم الوطن ثم تخدم قطاع الأعمال في المدى الطويل. فالأرقام والظروف الحالية في هذا القطاع تجعل العامل الأجنبي المستقدم للعمل كبائع تجزئة الاختيار الأفضل في معادلة صاحب المال، فهو يقبل براتب متواضع ويعمل ساعات طويلة ويسمع ويطيع ولا يستطيع الاستقالة والانتقال إلى متجر آخر أو أن يستقل بمتجره الخاص. تحققت هذه الهدف أو المشروع الوطني بوجهة نظرك خاصة مع رفع رسوم الأعمال الوافدة؟ ربما كان يأمل معالي وزير العمل أن يحصل هذا الشيء. بعد صدور القرارات هذه سمعت بأنه في بعض المحلات أغلقت، لكن كما قال أحد الذين تحدثتم معه قبل قليل، رجل الأعمال كيف نفسه مع الالتزامات الجديدة لأنه متعود على العامل الأجنبي، سعيد معاه، مرتاح معاه، قبل 2400 ريال وحيقبل غيرها. فبالتالي الحل الذي ربما تمنته وزارة العمل لم يحصل بالشيء المطلوب. لذلك أنا بقترح مشروع دلوني على السوق، وهو أن تقوم الدولة الحكومة وزارة العمل والداخلية وغيرها بمختلف القرارات بإخلاء تجارة التجزئة من العمالة الأجنبية. وهل هذا ممكن؟ وحتى نعم ممكن؟ ممكن، الدولة تستطيع أن تفعل كل شيء. حيتعطل بعض الناس شوية، لكن لو تعطلت أنا إني أشتري لي فنيلة لا، ما هي نهاية الدنيا. حتى ما في داعي أن نعمل حوافز من أجل توظيف السعوديين ساعتها. عندما تقفل الأماكن لمدة أسبوع أسبوعين يوم يومين، وقتها صاحب المحل حينزل يفتحه بنفسه. صحيح. أو يقبل أحد سعودي يديره. أو ينزل ابنه يشتغل فيه. ابنه إلا قاعد في البيت ما بيسوي حاجة، ينزله يشتغل فيه. هذه حلول بالإنجليزية تشوكس ثيرابي، اللي هو حل بالدفع بالقوة قسري بالقسر. ما هو غلط. صحيح. يجرب في بعض الدول وينجح. ليش تجارة التجزئة؟ تجارة التجزئة تحتاج إلى تدريب قليل.
ترى في طبقة كبيرة عندنا من الشباب السعودي إلا انظلموا في السنوات الماضية نتيجة سوء التعليم، نتيجة سوء التخطيط، سوء التدريب، ودول عمرهم 25 26 28 سنة، دول ما نقدر ندربهم من جديد عشان نشغلهم في وظائف مهندس طائرات أو مهندس ميكانيكي أو كذا. ممكن هؤلاء نديهم الفرصة للعمل في تجارة التجزئة، وترى تجارة التجزئة فيها خير كثير. صحيح. تسعة أعشار الرزق في التجارة. هذا ليس بحديث ولكنه قول مأثور، ففيها خير كثير يجب أن ندفع نحوها. صحيح. وحل سريع لمشكلة البطالة. والآن وأيضا ما يمس عصب أعمال مهمة في الحياة التجارية، يعني ما حيعطل المصانع، ما حروح أنا مثلا أفصل الأجانب بشكل الكهرباء، لا، في متجر بيبيع ملابس. صحيح، بس أنا بخليني أرجع معك لثقافة الشاب الآن. لما يجي الآن قل له رح بائع أو كاشير في قطاع التجزئة أو أي يعني خط من خطوط العمل اللي موجود في قطاع التجزئة، هل المجتمع، هل ثقافة المجتمع الآن مهيئة، صارت أفضل؟ دعك من كل الاعتذارات أني ما أقدر، أنه عيب، أنه أنا ابن فلان. الفلوس هي اللي تعمل الفرق. كيف؟ إذا حصل على على الراتب المغري والفرصة للترقي حيقبل بالعمل. عندما يدخل في العمل براتب مغري، الشاب السعودي هو يقول حشفا وسوء كيلة، تبغاني أشتغل ساعات طويلة وأشتغل بائع وأنا ابن فلان ولا كذا. صحيح. وفوقها تقول تعطيني 3,000 ريال أو 4,000 ريال، لا ما أبغى، أعمل زعلان وما أبغى. لكن لما هأخذ 8,000 ريال وقتها هشتغل، وتديني 8 ساعات عمل وقتها حاشتغل. صحيح. فالفلوس هي اللي هتعمل الفرق. صحيح. أديله الراتب المناسب ورايح اكسر مشكلة العيب عند البعض. ترى مشكلة العيب عند البعض، ما عند الجميع. في والآن في تغير كبير. في تغير. في تغير. شفنا شباب سعوديين بيشتغلوا في ماكدونالدز وغيره. فلا أحد يتعذر بهذه المشكلة. أنا أعتقد المشكلة هي في العائد المادي، هي في الفلوس. أديله الراتب المجزي ورايح. وشفنا أمثلة يا أستاذ جمال على أرض الواقع. تعرف الآن المطاعم كان عيب أنك أنت تقدم. نعم. خدمة أو كاشير، والآن الرواتب لما وصلت إلى 5,000 ريال طبعاً. أنت بدون مؤهل، العالم صارت على طول مباشرة توجهوا لهم. هذه قاعدة قديمة جدا. الفلوس غير النفوس. إن شاء الله للأحسن. إن شاء الله للأحسن، ما هو للأسوأ. صحيح أستاذ جمال، والله نتمنى أن يكون للأفضل. طيب لما نتكلم على قطاع التجزئة وقرارات وزارة العمل الآن في ضخ الشباب السعودي، زيادة رفع رسوم العمولة العمالة الوافدة الآن، هل توقع أنه الحمد لله بدينا نتجه لهذا القطاع ونبحبح شباب السعوديين، خاصة أنه الآن نشوف أقل راتب يمكن 3,500-4,000 سواء على صعيد الشاب أو حتى الفتاة؟ أنا قلت أنه هذه كانت تمنيات الوزارة، لكن يبدو أنه ما حصل الشيء هذا حتى ليش الآن. ليش ما حصل؟ ما حصل لأنه زي ما قلت لك، رجل الأعمال بيكيف نفسه، هو يريد العامل اللي تعود عليه. فهو تجي تقول له أنت كوزارة عشان تكون في مجال نطاقات الأحمر أو كذا لابد أن يكون عندك كذا سعودي، فيروح يحط كذا سعودي في وظائف وهمية. تجي الوزارة تبغى تكفش وتبغى تحاصره، فتقول له لا، سجلهم في التأمين الاجتماعية، فيروح يسجلهم في التأمين الاجتماعية. تجي الوزارة تبغى تعمل جولة تفتيشية، يروح يجيبهم في الجولات التفتيشية. لكن اعتماده لا يزال على البائع الأجنبي. لابد أنه نحن نأخذ إجراءات صارمة في هذه المسألة. سوق التجزئة هو مدرسة العمل. نستطيع أن ننقذ هذا الجيل الذي لم يتعلم بشكل جيد بأن ندفعه إلى مدرسة العمل، بالتالي راح يخرج منهم أثرياء ومليونيرية وتجار وأصحاب وكالات، لأنهم عاشوا في السوق لفترة كافية. صحيح. جزء كبير من كتابك سيد جمال تحدث عن قضية جدا هامة وجريمة، هي من أكبر الجرائم اللي نواجهها في سوق العمل، هي موضوع التستر. نعم. يعني وأسهبت كثير في هذا الموضوع. اللوحة الآن موجود فيها سعودي من أبناء قبيلة معينة ومعروفة وتحت خان. نعم. أو أحد العمالة الآسيوية اللي موجودة. يعني أنا ما أدري، أنت تشوف التستر قضية يعني كبيرة جدا إلى هذه المرحلة أنك أنت تفرض لها تقريبا جزء كبير من هذا الكتاب؟ شوف، التستر هو أبو المشاكل في 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 السوق السعودي، وهو اللي فتح الباب
لإخراج المواطنين السعوديين ليس فقط من العمل كموظفين ومن بل من العمل كملاك. أهمية التستر دفعت مجلس الوزراء إلى إصدار قرارين بتجريم التستر، في تجريم مفصل وواضح لتجريم التستر. اذهب إلى مكة المكرمة أو المدينة المنورة وأنظر في المنطقة المركزية المتاجر المحيطة بالحرم. قبل 20 سنة كانوا سعوديين ملاك، صح، ويجيبوا أجانب موظفين. تدريجيا التستر أدى إلى أنه الأجنبي قال للسعودي، قال له يا عمي أقعد أنت في البيت كل شهر خذ لك وأنا أديك 200,000 ريال في أول السنة و5,000 ريال كل شهر. وجدها فرصة طيبة، هو سوى الشيء هذا. أنا جاره شفت قاعد في الدكان بأتعب، وأهلك والأخ الأفغاني ولا الباكستاني بيدير المحل نفس الشيء، أنا كررت نفس الخطيئة. جاري الثالث كرر نفس الخطيئة. المتاجر كلها مسكوها أخواننا الأسيويين، وبالتالي أصبح عندك جريمة واضحة، وحتى حنا ندعمها بهالموضوع من شراء. فلم تعد المسألة فقط إنه بنخسر الوظيفة، خسرنا الملكية، يعني ملكية المتجر. صحيح. الإدارة برضو خسرت، صحيح، لأنه يقول خلاص أنا أعطيك فلوس أنت ما تتحكم أبدا بالمشروع. إيش يؤدي هذا إلى إيه؟ لما أخرج أنا من السوق وأقعد في البيت بأنقطع عن سوق العمل، لا أعرف ما تجري فيه من تطورات، بينما أخونا هذا جالس مرة أخرى كالرادار يتعلم ويستفيد. صحيح، وبالتالي حنا حرمنا الشاب السعودي من هذا الدورة التدريبية التكثيفية. يمكن ثم هذا يجيب مين يشغله معه؟ أبناءه وأخوانه وجماعته. تعتقد معقول واحد سعودي حيروح يشتغل هناك في الدكان؟ مستحيل. صحيح. فالتستر لابد أن نبدأ به، يعني الدولة اليوم في يدها قرار ما تحتاج إنها تصدره، القرار صادر تحتاج أن تطبقه. لو بدأنا في تطبيق التستر حنعمل ربكة في أسواقنا التجارية، بس لكن هذا هو النظام. إذا أحد جاي بده يعتب هذا هو النظام. سيد جمال، في ناس تيجي تقول يا أخي أنت تتكلم على أمور جدا ممتازة، بس يا أخي عندنا ظروف، يا أخي عندنا مكة والمدينة، واليوم الآن تواجد الوافدين الآن اللي يجون لهدف زيارة مكة أو الحج أو العمرة، ووجود فرص يعني وظيفية بالنسبة لهم، هذا شيء ما راح تقدر تحله أبدا في السعودية. هل فعلا إحنا اليوم عندنا مشكلة حقيقية في مكة والمدينة اللي هي النواة الأساسية للعمالة الوافدة؟ الدولة السعودية والحكومة معنية أولا بأبنائها، ويجب أن تهتم بمصالحهم لكي يتمتعوا بحياة أفضل. هذه قاعدة كل الدول، الحكومة الفرنسية معنية بأبنائها الفرنساويين، فإحنا ليه نشتغل بغيرنا؟ فأنا ما عندي موقف ضد الأجنبي، أنا فقط أدعو إلى أن يكون اقتصادنا طبيعي. إيش هو الاقتصاد الطبيعي أو السوق الطبيعي؟ السوق الطبيعي هو أنك أنت تنزل ترى ابن عمك في الدكان هذه، وابن عمك الآخر، وجارك وصديقك وصاحبك في الورشة وفي المصنع وفي كذا، هذا هو السوق الطبيعي. صحيح. فأنا ما بعد أدعو إلى شيء غريب. الأمر الآخر، مكة والمدينة واجهتنا. لما بيخرج الحاجة المصري والهندي والإندونيسي ويتعامل مع أجانب، طب فين السعوديين؟ ثم أيضا إلى حد برضو يفهمني غلط، ترى ابن البلد حريص على سمعة البلد. صحيح. ما يغش. ليت أن يكون معنا أحد من وزارة التجارة ويخبرنا عن حالات الغش التي يكتشفونها في السلع الموجودة حول الحرمين. كل يوم واحدة من الصحف نزلت لك خبر، وشايف أنت الآن كمية الغش اللي موجود، وإحنا اليوم لكن هذا أنا كابن بلد مجاور للحرم النبوي الشريف ما يهون علي إنه ولي سمعتي ولي اسمي وحتزوج من أهل المدينة وحيتزوجوا مني. ما أحب إنه أحد يقول عني غشاش، لكن إذا أنا عابر سبيل ما تفرق معايا. نعم. أنا أخشى إنه طريقتي في الكلام تجعلني أبدو أحيانا كما لو أنني
من اليمين المتطرف الأوروبي. أنا لست كذلك، أنا فقط أدعو إلى اقتصاد سعودي طبيعي، سعودي يعمل لا أكثر ولا أقل. نعم. وإذا نقص هذا السعودي نأتي بالأجنبي يساعدنا. نعم. نرجع أستاذ جمال لخطوة للوراء، هي موضوع البطالة وأساسه. يعني في استطلاع سألنا العامة من المجتمع عن ثلاثة حلول البطالة، كل أدلى بدلوة وتحدث عن بعض الحلول الموجودة. في جزئية أساسية دائما تكرر في مواقع التواصل الاجتماعي، أنه دراستنا في المملكة على حسب البطالة هي على ليست على حسب المناطق، ناخذ والله عينه من الرياض، عينه من جده وانتهى، بينما في مناطق نائيه، وانت ذكرت في كتابك قصص في اقصى لما كنت في المنطقه الجنوبيه. نعم. انه حل بسيط جدا يمكن ينهي موضوع البطاله ويعيش اسره كامله. اخي محمد، الرعي الذي هو مهنه عربيه اصيله، من الذي يرعي الان في الباديه السعوديه؟ اهل نفس يعني اهل الباديه. لا الآن لا طبعا، الآن العمالة الوافدة. إذا حتى الرعي تخلينا عنه فما بالك بأي وظائف أخرى. الاحتلال الأجنبي للسوق السعودي. نعم. ليس فقط في الرياض وجدة والدمام والورش الصناعية، هو حتى في الجوف وفي الوجه وفي ضبا وفي تهامة عسير. نعم. تلك المناطق المهمشة إلا أبناءها يريد ويحلم أن ينتقلوا إلى جدة والرياض. هؤلاء ما عندهم، بينافسهم الأجنبي على الفرصة الوظيفية هناك. يعني هل في كارثة أكبر من هذه؟ يعني إذا قلنا أن الأجنبي جاء لكي يعمل في جدة والرياض، لا، راح حتى هناك حتى القرى والمناطق النائية. في القرى والمناطق النائية. صحيح. أستاذ جمال تسمح لي طبعا حديث شيق، وراح يعني أوقف يعني وأقف على بعض النقاط في الكتاب، لكن تسمح لي فاصل قصير. تفضل. مشاهدين الكرام، فاصل ثاني من الإعلان، ثم نعاود لحديثنا حول احتلال السوق السعودي بين قوسين من قبل عمالة الوافدة. كرما نبقى معنا. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في الجزء الثالث من البرنامج. مواقع التواصل الاجتماعي تظهر تباعا اسفل الشاشه في حديث خاص حول كتاب احتلال السوق السعودي للاستاذ جمال خاشقجي. اهلا وسهلا استاذ جمال. اهلا وسهلا بك. حديث شيق وفي نقاط ونبغى يعني اجابات سريعه. تفضل استاذ جمال. احنا نتكلم حتى بلسان المشاهد ايا كان، سواء كان مواطن او حتى مقيم. في ناس تقول يا اخي في البلد عندنا بعض الوافدين لهم يمكن عشرات السنوات وإلى الآن ما في حل واضح. من وجهة نظرك الآن حتى لإشراكهم سوق العمل، عندهم محلات الآن ويدرون بعض المحلات وأبنائهم الآن يعني يدرسون عندنا في المدارس وحتى في الجامعات، وقد يكون استحالة رجعتهم لبعض البلدان الآن. وجهة نظرك لو صار في حل لهالموضوع من تجنيس أو غيره، هل راح يساهم الآن في زيادة توطين الوظائف؟ شوف، موضوع التجنيس موضوع سياسي ولا قبل لنا عليه، لكن القضية بالفعل شائكة. أنا عبرت عنها في الجزء الثاني أو في الطبعة الثانية من الكتاب بمقالة كتبتها عنوانها تشاينا تاون في الرياض. في أمريكا، في لندن، في نيويورك، في تشاينا تاون لما تدخلها هي مدينة صينية. نعم. مطاعم صينية، ريحة صينية، الناس صينيين، لكن هؤلاء أمريكان. يدفعوا ضرائب الحكومة الأمريكية، يدخلوا عيالهم مدارس أمريكية، وينتخبوا رئيس البلدية وحاكم الولاية. نحن عندنا تشاينا تاون، هي لاهور تاون ولا كيلا تاون في جدة في الرياض، مدينة كاملة لها اقتصادها، أو منطقة مش مدينة، لها اقتصادها، لها دكاكينها، لها مستوصفاتها. صحيح. كلها أهالي كيلا. أحيانا نشتغل معاهم نحن السعوديين، أحيانا نشتغل معهم، أما يخدموا بعضهم البعض. هذه فلوسها فين بتروح؟ صحيح. طبعا الدخل اللي بيأتي بيطلع منها بيروح لاثنين سعوديين فقط، جزء منه صاحب العقار المؤجر. صحيح. والمتستر المالك، المتستر والمؤجر. صحيح. الباقي بيحولوا. نزعل انه اخونا الهندي والكيرلاوي بيحول فلوسه الى بلد؟ طبعا من حقه، اكيد من حقه، فما في داعي نزعل منه. صحيح. الاصل فيها هذه انه نلغيها. ما صحيح. في داعي منها. صحيح. طيب استاذ جمال اسمح لي انا راح اقف ايضا على نقاط الان. يعني تحدثت في كتابك عن لعنه النفط، وتحدثت انه احنا الان كثير منا المجتمع ما زال في هذه الفوبيا انه نفط ونفط وما نلتفت لها الوظائف. كيف تشوف، هل فعلا احنا ما زلنا في هذه الدائره المغلقه؟
كشباب سعودي؟ شوف، من أول مشروع، من أول خطة تنمية في السعودية، وهي تقول تنويع مصادر الدخل، ولليوم وحتى اليوم بعد 30 سنة من أول خطة عام 75 لم ننجح في تنويع مصادر الدخل. تنويع مصادر الدخل هو بنشر التوظيف والتصنيع لكن ما زال حتى الآن 92% اعتمادا على النفط. اعتمادا على النفط جعل الدولة تشعر باسترخاء وتمارس دور ريعي، وهو توفير الوظائف الحكومية. فالخروج من لعنة النفط هو بأن نعمل في التصنيع ونعمل في التوظيف أكثر. نعم، أنا طبعا أذكر مشاهدينا أنه حنا حديثنا اليوم في فقرتنا الرئيسية حديث عن احتلال السوق السعودي في المملكة العربية السعودية، وهذا من أحدى مؤلفات الأستاذ جمال خاشقجي. راح يكون السنة هذه في المعرض؟ موجود في المعرض، نعم إن شاء الله بإذن الله، يعني بداية مارس تقريبا، فرصة للمملكة العربية السعودية وهالمملكة في هذا المعرض. أبرجع طبعا الأخوان يعني يأخذون نصها أو صورة الكتاب عن احتلال السوق السعودي. أنا بسألك أستاذ جمال، يعني تشوف أن الواسطة ما زالت عائق إلى الآن في الحد من الفرص الوظيفية؟ الواسطة بتستخدم يعني في التوظيف، لكن أنا ما ألومها، يعني هذا جزء من خطأ، لكن اللي بيعطل التوظيف أكثر مو هي الواسطة، اللي بيعطل التوظيف أكثر هو احتلال السوق من قبل العمالة الأجنبية. نعم أستاذ جمال، قبل أيام يعني أو قبل يومين في نهاية الأسبوع كان هناك أيضا إعلان الرياض في المنتدى العربي الثاني للتنمية والتشغيل، وكان اجتماع الوزراء العمل العرب، وكان حديث يعني موجود، الزملاء كانوا موجودين هناك، أكيد راح نرجع لكم على الحدث، متابع هذا التقرير اللي عده الزملاء، مشكورين. انطلقت بالعاصمة الرياض أعمال المنتدى العربي الثاني للتنمية والتشغيل بمشاركة 21 وفدا عربيا و55 وفدا لمنظمات واتحادات نقابية ومجالس أعمال عربية وعالمية، بالإضافة إلى ممثلي منظمات أصحاب الأعمال الوطنية وممثلين لمنظمات المجتمع المدني في الدول العربية. الدراسات الحديثة تظهر أن هناك تزايد مستمر للسكان في هذا يعني في الفضاء العربي، وهذا التزايد يمكن أن يشكل ضغطا فيما يتعلق بالتشغيل، ويمكن كذلك أن يشكل رافعة للتنمية الاقتصادية إذا أحسننا تأهيل هذه الموارد تكوينا وتدريبا وتعليما. شاركنا في هذا المنتدى ونحن نمر في مرحلة دقيقة وحساسة، سواء كان على الصعيد الاقتصادي أو على الصعيد الاجتماعي، نتيجة الاختلالات اللي اثرت أسواق العمل في المنطقة العربية. الأردن قدمت العديد من الأوراق والمداخلات، خاصة تلك التي تتعلق بتوفير الحماية الاجتماعية وضمان الحوار الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين لتكريس مفهوم الشراكة الاجتماعية بين أطراف الإنتاج، الحكومة والعمال وأصحاب العمل. المنتدى الذي تنظمه منظمة العمل العربية بالتعاون مع وزارة العمل السعودية والبنك الدولي بحث عددا من الموضوعات التي تهدف إلى دعم التنمية والتشغيل في المنطقة العربية، سعيا إلى تحقيق التنمية المستدامة وإيجاد رؤية وأرضية مشتركة للموازنة بين مقتضيات الحماية الاجتماعية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، اعتمادا على منظومة معلوماتية شاملة وإشراك القطاع الخاص في رسم سياسات فاعلة لدعم التشغيل وبناء قواعد التوافق المجتمعي المحقق لقدر أكبر من العدالة الاجتماعية والسلم الاجتماعي. هذا الحدث يأتي في وقت تسعى كافة حكومات الدول العربية أن تجد وتقدم لأبنائها وبناتها حلول عملية واقعية لتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل ثم لإدخالهم فعلا إلى سوق العمل. نتطلع إن شاء الله أن هذه المشاركة الضخمة وهذا الحضور العالي المستوى جدا أن ينتج عنه حلول واقعية، وأن ينتج عنه إن شاء الله عدد من التوصيات التي يتم تطبيقها بشكل سريع جدا. مجموعة من الأطروحات وأوراق العمل نوقشت من قبل المشاركين خلال المنتدى شملت محاور عدة كان من أبرزها سياسات وآليات دعم التشغيل وتنمية الموارد البشرية
وموائمة مخرجات التعليم مع احتياجات أسواق العمل، إضافة إلى التنمية الاقتصادية المتوازنة والمناخ الاستشاري الداعم لخلق فرص العمل. كما تطرق المشاركون إلى مناقشة نظم الحماية الاجتماعية الشاملة ودور الحوار الاجتماعي في سياسات برامج التشغيل. أستاذ جمال، 14.5% عام 2010 إلى 16.17% عام 2014 هي ارتفاع طبعا نسبة البطالة في الوطن العربي، يبدو أن الهم والهاجس أكيد يعني منتشر في الوطن العربي. نعم، هو يجب أن نتذكر بأنه قضية العمل هي السبب الأساسي للربيع العربي والاضطرابات التي شهدتها كثير من الدول العربية، ولكن أقول باختصار أن لا يوجد حل عربي واحد لها، كل دولة عربية لها ظروفها المختلفة، فبالتالي نحن في المملكة العربية السعودية لنا ظرف مختلف عن أي دولة عربية لكي نعالج قضايا البطالة عندنا. Yes or no على قولة الأجانب، وأنت عشت يعني فترة كبيرة في لندن، احتلال السوق السعودي أنت متفائل مستقبل يكون إن شاء الله السوق السعودي أفضل ما نحن عليه؟ ما لم نأخذ إجراءات جذرية لا. إذا نبغى نستمر بالحلول التي ممكن أصفها بالترقيعية والوقتية لن نستطيع أن نعالج المسألة. يجب نضع إصبعنا على المشكلة وهو الإدمان على العمالة الأجنبية. أستاذ جمال خاشقجي، مدير قناة العرب الإخبارية وأيضا مؤلف كتاب احتلال السوق السعودي، ضمن إحدى المؤلفات التي سوف يكون موجود في أرض المعارض في مدينة الرياض الأسبوع القادم في بداية مارس. كل الشكر والتقدير لك واللي خصصنا طبعا في حديث خاص عن هذا الكتاب. شكرا أستاذ جمال. العفو يا سيدي. مشاهدينا الكرام، ما زالت فقراتنا مستمرة، الزميل تيسير المفرج في فقرة كذا صح بعد الفاصل، كرما ابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في الجزء الأخير من البرنامج. مواقع التواصل الاجتماعي تظهر تباعا أسفل الشاشة مع ضيفي في فقرة كذا صح، وحديث عن برامج وحملات الاتصال الداخلي كذا صح وكذا غلط. تيسير المفرج، أخصائي العلاقات العامة والإعلام بهدف، حياك الله. الحملات الاتصال الداخلي محمد، احنا تكلمنا عنها المره الماضيه على موضوع انه مهم جدا تكون حملات مخططه، واخذنا اهم تقريبا 7 وسائل في حملات الاتصال الداخلي اللي هي داخل بيئه العمل. اليوم حنعرف في هذه الحملات متى ممكن نستخدم الوسيله بالطريقه الصحيحه ومتى ممكن نستخدمها بالطريقه الخاطئه. اعتقد هذه الحلقه راح تكون مفيده جدا للرجال وسيدات العلاقات العامه اللي هم عاده المسؤولين، او ادارات التغيير او ادارات التواصل الداخلي اللي هم مسؤولين عن حملات التواصل الداخلي داخل بيئه العمل. تكون حملات الاتصال الداخلي خطأ يا محمد إذا كانت حسب الحاجة، يعني إذا كان عندي مشكلة سويت حملة اتصال داخلي. تكون خطأ إذا استخدمت أسلوب النسخ واللصق، أخذ تجربة من شركة وأتوقع أنها تكون ناجحة وأجي أحطها في الشركة اللي عندي. تكون خاطئة إذا استخدمت رسائل عامة من غير تخصيص لقسم أو لشريحة معينة. تكون أيضا خاسرة وفاشلة إذا كانت فيها تصاميم منوعة ليست تحت بند واحد. وتكون حملات الاتصال الداخلي صحيحة إذا احنا تكلمنا أنها تكون وفق استراتيجية مخططة، يكون فيها الابتكار، يكون فيها الرسائل موزعة للجمهور، لكل قسم أحيانا ممكن أخصص رسالة معينة، مهم يكون أيضا فيها موضوع متجانس. إذا جينا نستخدم الشاشات، ويمكن من أغلب من أكثر الأشياء اللي تكون معانا عادة في حملات الاتصال الداخلي، فالشاشات تستخدم خطأ إذا استخدمت فيها أفلام وثائقية، خطأ إذا استخدمت رسالة واحدة للجميع، خطأ إذا كانت رسالة ثابتة، خطأ إذا استخدمت فيها صوت وصورة. إذا تكون صح إذا كانت رسائل قصيرة، إذا كانت رسائل حسب مكانها داخل بيئة العمل، تكون صح إذا كانت رسائل متجددة. دائما محمد نقول احرص أن يكون عندك الصورة مع الكتابة، لأن الصوت دائما في الشاشات يكون مزعج. بالنسبة للوحات الداخلية، نتكلم عن اللوحات النصية، عادة تكون فيها مشكلة عندنا إذا كانت دائما فقط نصوص. نعم. تكون تصميم موحد، تكون فيها تغيب فيها الهوية، يكون فيها رسالة عامة، يكون فيها صور الموظفين، وهذه من الأشياء الخاطئة أنه بعض البوسترات اللي تستخدم صور الموظفين، وهذا خطأ محمد، لأنه قد يكون في انطباع عن موظف ينقل صورة خاطئة أو صورة ذهنية معينة. لكن تكون صح إذا كانت لوحات مصورة، إذا كانت فيها تصميم متجدد متوافقة دائما مع هوية المنظمة، تكون فيها رسائل خاصة، استخدم فيها الصور الدعائية بعيد عن صور الموظفين داخل بيئة العمل. أما اللوحات الدعائية محمد بشكل عام، ما هي البوسترات، نتكلم عن اللوحة اللي عادة تكون فيها الإعلانات، تكون يعني بدون جدوى وغير ذات قيمة إذا غاب المسؤول عنها، ما في مسؤول محدد عن هذه اللوحات. إذا اتسمت بالعشوائية، كل من إيده إلو جاء لزق فيها لوحة،
إذا غاب فيها الجانب الفني، إذا غابت فيها دورة الملصق أو دورة البوستر. دورة البوستر أنه أنا من أول يوم أحط البوستر متى المفروض أنه ينتهي، إذا كان تعميم فالمفروض يكون 14 يوم، بعد 14 يوم أنا يكون عندي تعميم ثاني، وهذه الطريقة تكون عندك لوحات ذات قيمة. مهم جدا يكون فيها التقسيم، مهم جدا الاهتمام في التصميم، مهم جدا يكون في مسؤول شخص محدد عنها. أما المجلات محمد فهي من أهم وسائل التواصل الداخلي، وسواء كانت مجلات مطبوعة أو مجلات إلكترونية، تكون صحيحة إذا كان لها جهاز تحرير متخصص، تكون صحيحة إذا كانت تصدر بانتظام وليست وفق مناسبات، تكون صحيحة إذا اتسمت بالإبداع والابتكار، فيها روح المشاركة العامة، تكون منها عندك نسخة إلكترونية لا تعتمد فقط على المطبوعة، وأيضا تكون وظيفتها استكشافية. أخطر شيء لما تكون وظيفة إخبارية فقط، استقبل وودع أو المدير افتتح أو هذا، لا، حاول تكون فيها وظيفة استكشافية، خل الموظفين هم اللي يكتبون فيها الأخبار بشكل دائم. قد تكتشف صحفي خفي داخل المنظمة وأنت تستفيد منه، وتواصلية أيضا مثل ما ذكرت بالتأكيد. أما بالنسبة لاستخدام التقنية، فأهم مشاكلها محمد هو عدم قناعة المسؤول باستخدام وسائل التقنية، وهذه مشكلة. إذا كان المسؤول نفسه لا غير مؤمن بوجود جروب واتساب مثلا، أو غير مؤمن بأهمية أنه يكون فيه شبكة داخلية أو رسائل إيميل، هذه إشكالية. مهم جدا الإيمان بأهمية هذه الوسائل، تنوعها أيضا وتنوع الرسائل التي بداخلها. نجي عند الأشياء أو الشيء الأخير، المواد القرطاسية إذا كانت محدودة، يعني فقط أنا أطبع على قلم أحيانا وأعتبرها مسج، هذا خطأ مو صحيح. تكون المواد القرطاسية أحد أدوات حملات التواصل الداخلي، إذا كانت فيها ابتكار، إذا كانت رسائلها منوعة، وأيضا إذا كانت تخاطب كل الحواس، زي ما قلنا في المرة راحت الغطاء اللي موجود هنا، القلم اللي طاح منك قبل شوي مثلا، كل هذه الأشياء مهم جدا أن تكون عندك وتحمل رسائل معينة. يعطيك العافية ياسين مفرج، أخصائي العلاقات العامة والإعلام بهدف، وحديث أيضا عن حملات وبرامج اقتصاد داخلي، أتمنى أن المسؤولين والموظفين يهتمون فيها، ولقطني ما شاء الله على طيحة القلم. شكرا ياسين، حياك الله، موعدنا الأسبوع القادم مشاهدينا الكرام. إلى ذلك الحين سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إلى اللقاء.